يا هلا ومرحبا متابعين صفحة اليوفنتوس، عدنا لكم من جديد مع مواضيع صحية جديدة. معكم الدكتورة هند السندي. مع دخول فترة الصيف وزيادة ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، ضروري نحن ننتبه على طريقة تخزين الأدوية بطريقة آمنة وسليمة. بنتكلم لكم عن بعض هذه النصائح. لكل دواء طريقة حفظ معينة، ضروري نحن نقرأ الانستركشنز أو التعليمات اللي موجودة في الدواء عشان نتأكد أن طريقة الحفظ والتخزين ودرجات الحرارة مناسبة للدواء نفسه. بعض الأدوية تحتاج إلى درجات قليلة، أي معنى جو بارد، جو ما يكون فيه رطوبة. طبعا نتأكد أن احنا مثلا ممكن نحطها في الثلاجة، نتأكد أن احنا ما نحطها في أماكن تزيد فيها الرطوبة، معرضة دايركت لحرارة الشمس أو لضوء الشمس، خاصة أماكن مثل دورات المياه اللي يكون فيها نسبة عالية من الرطوبة. نتأكد أن احنا نكون الأدوية عليها ليبلز أو عليها أساميها، ما نغير الباكيجينج أو طريقة وضع الدواء في مكان ثاني، ما نحطه مثلا في غرشة ماء بدون ما تكون ليبلد، ما نحطه في مكان يسهل تناولها عند الأطفال على أساس نتأكد أن ما يستخدمونها استخدام خاطئ. طبعا وأخيرا بعض الكريمات وقطرات العين يفضل عدم استخدامها بعد الفتح بمدة شهر. طبعا الأساس أنه لازم نتأكد من تاريخ الانتهائية أو تاريخ الصلاحية للأدوية قبل الاستخدام، وفي حال عندنا أي استفسار أو تردد طبعا دائما ناخذ المشورة الطبية من المكان الصح. هذه كانت معلوماتنا لهذا اليوم، نتمنى لكم الصحة والعافية. معكم الدكتورة هند السندي.